مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على يوتيوب. أهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. من بعد الجدل اللي صار بعد ما نزلت نارين بيوتي آخر فيديو بقناتها اللي حكت فيه أنها راح تاخذ بريك لفترة معينة وبعدها ترجع لليوتيوب، صار الناس يتساءل شو هو السبب وليش قررت نارين هالقرار. ما بعرف إذا رح أنشر هالفيديو أو لا، لأنه ما بحب تكون هيك. سو ما بعرف ليش هيك صار، أنا ولا ما هيك صار معي بحياتي، ويعني قاعدة قبل شوي عم أكل حالي ما أعرف شو بدي أعمل، فما فيني أكون قاعدة بغرفتي عم أبكي وبعدين أمسك الكاميرا تاني يوم وكون حدا تاني، ما بتزبط. خصوصا في يلي ربطوا القرار بخلاف نارين ومو، هذا اذا كان في خلاف بيناتهم. وقت بتوصلوا لمرحله معينه بيصير صعب عليكم تختاروا الناس اللي حتكون حواليكم، يعني بيجوا وبيستخدموكم وكذا 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 وبيستفادوا منكم ومصالح واللي بدكم اياه، بعدين بيسدوكم هيك ولا كانه في شيء. وصارت الناس تتساءل كمان هل راح تنزل أغنية نارين ومو، وإذا راح تنزل فمتى. الأغنية حاليا أكيد صارت جاهزة والفيديو كليب اتصور بالمالديف، وبما أنه نارين ومو أعلنوا عنها فأكيد صار الفيديو كليب جاهز، بس بما أنه نارين ماخذة بريك حاليا فما راح تنزل الأغنية إلا بعد انتهاء فترة غيابها وبعد البريك، وخبر مؤكد أنه حتنزل. أما بخصوص أغنية نارين وسيدرا وشيرين فلسه ما تصورت، فرح تتصور بدبي بعد شهر ورح تنزل بالصيف الجاي.